البيض من عام 1824. De design. العليني لتحقيق الأمان. محليها الحياة مع بريزيدان. بنا تعيش معنا. ناتيلي لو غو دو لا ناتور. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل. مرحبا بكم الناس اللي تتبع فينا، الكل الناس الأوفياء، البرنامج أولاد الكوجينة سبيسيال رمضان. إن شاء الله عيدكم مبروك وينعد علينا إن شاء الله بالصحة والعافية. تعدى رمضان تبارك الله، الأيامات قداش تجري وانتم كنتوا أوفياء تبعتونا في طيلة شهر رمضان الفضيل، وخذيتوا بخاطرنا بيان سور الدباير اللي حضرهم لنا اللي شاف اللي كانوا موجودين معايا، شاف مؤمن يعطيه الصحة، كان بالحق مجهوداته ياسر جبارة في الموسم هذايا. حضر لكم دي غوسيت ياسر بنين مطبيعة زادة. ما ننساوش لي شيف جيست اللي جاوا بحذينا في أولاد الكوجينة، خذيو بخاطرنا بيان سور في الدباير اللي قلنا لهم باش يبروبوزيوهم عليكم انتوما، يعطيهم الصحة على الدبارة الحلوة، ويعطيكم انتوما زادة الصحة على المتابعة الحلوة اللي تبعتوا هنا طيلة شهر رمضان. أنا توا باش نخليكم مع البيست أوف من أولاد الكوجينة سبيسيال رمضان. خدة ربي باش نحاولوا نعملوا العديد من الوصفات اللي فيها نكهة وريحة رمضان. تعرف رمضان رمضان يعني كله منفعة. باش نصوموا نهار كامل ومن بعد نشقوا فطرنا باش نتلموا على الطاولة. الناس الكل يعني فما مفهوم العيلة على الطاولة، ناكلوا مع بعضنا الشربة السلاطة، فما برشا حاجات تجمعنا في رمضان. هذيك هي دونك توا باش نبداو بالحاجة الأولانية. شنو نحضروا شايف مالا اليوم؟ شنو محضر لنا في رمضان؟ حسب رأيك في رمضان يعني ديما الشربة ما تغيبش على طعام. هي البرشا شايف شنو باش تحضر لنا آخر؟ فندق الغلة. دونك الحاجة الأولانية اللي باش نسحقوها، باش نسحقوا شوية زيت نجمة عباد الشمس. هي البرشا شايف. وديما بالحق حتى الناس اللي قاعدة تتبع فينا الكل، الغريبة اللي في رمضان ديما الكوجينة تحوس أكثر من اللازم. آه وي.
معناتها تدخل بعضها صحيت الكوجينه كلها تحوس اكثر من اللازم. من بعد يقعدوا ديما العائله الكل حايرين شكون شخص المعون. هكا حاولوا تكونوا كما شاف مؤمن وتنظموا كل شيء من الاول، ما تخليوش كل شيء لاخر لحظه. باه دونك الحاجه الاولانيه باش نستحقوا شويه بصل. كالعاده هكا اسمع تو نداون شهية وصوت هذاك كيما تقول انت الفن على مقام النهاوند. على مقام النهاوند نبداو بدينا نشهيو من توا نحن شايف مازلنا كي بدينا راه بسم الله. انا سيء نسميه خيط نتاع باش نحطوا شويه دجاج الفيرما. خذينا الزر نتاع دجاج فيرما. اي دونك حطينا شويه من زيت نجمه بطبيعه ما غيبش على الطعام في سورتو في الشوربه في الحار وفي المالح زاده. حطينا البصل شايف وزدنا الدجاج الفيرما. دجاج الفيرما شنو باش نستحقوا اخر باش نستحقوا شويه طماطم معجونه. أيه. دونك عندنا طماطم معجونه تيكال. حتى الكولور نتاعها طماطم تيكال. دونك بالنسبه للشربة كيما تقول انت ما تغيبش على شربة طماطم معجونه. وعندنا تيكال هي اللي دوبل كونسونتري، هي اللي باش تزيد لنا شربة بنة على بنة. حتى الكولور زاد من بعد انا نحب تبدا الشربة تبدأ حمرة متمتمة. صحيت هي باش تخليوها دونك تتخلى شويه. خليوها تتخلى دمليش باش ناخذ نكملوا جميع نكملوا بالنسبه للزانغريديون نكملوا باش نستحقوا هريسه كونكاسي بالزيت الزيتونه فوركيتا. اوه هي برشا شيف محرحره الموزوزه. اوه ريحتها ياسر فيها. علاش هكا شيف عليه؟ بدات تشهى. هذه الحكايات عملناها من قبل رمضان خاطر من بعد رمضان نجم وتوى نذوق توا. توا بعد رمضان توا ما عادش نذوق توا سي. توا هذاك خليه عرفت كيما الولاد الصغار. خاطر بالحق الفوركيتا الهريسه ياسر بنينه وياسر حتى المطعم نتاعها بالحق بيكون وهي البرشة سورتو مطعم زيت الزيتونه اللي فيها. كيما الاولاد الصغار في رمضان يبداو يصوموا نص نهار وبعد يقول لك نخيط ونزيدوا نص نهار اخر كل شيء يعني بالحق عنده شرم اخر. نسحقوا شويه ثوم. رمضان ديما عنده نكهه وحدها. ماك تعرف في رمضان منفعه البدن يبدا صايم رتحوا يعني شهر رتحوا فيه طبيعه شاف رواحنا كامل من الماكله بتبدا مش منظمه ومن بعد عندنا زاد السحور مازال فما سحور يعني زاد شاف تعمل لنا هكا طقطقات للسحور بيان سور باش نحضر برشا حاجات للسحور وكل شيء. دونك من بعد ما حضرنا صوص كيما العاده باش نستحقوا شويه ملح شويه ملح شويه فلفل اكحل. ناخذوا شويه فلفل اكحل هذوما ما يغيبوش بالطبيعه على طعم. آه وي هكا زاد في رمضان حاولوا نقصوا شويه من الملح هكا ولا شيف. يمسيش ولا يمسيش عادي. ما نحاولوا ناكلوا ماكله صحيه معناها خاطر بالحق التونسي مش حتى التونسي الناس كلها. لا في رمضان راهو في رمضان بالحق واحد يبدا يشتهي انواع الماكله اللي تلقاه قبل بجمعه كان ياكل فيهم يولي يتشهى فيهم. يشتهى فيهم. شهوات تكلس بالطبيعه. واحنا في اولاد الكوجينه بالطبيعه موجودين باش نحقق لكم الشهوات نتاعكم. شيف شنو باش تحضر لنا اخر؟ هذه بالنسبه للشربه باش نزيدوها شويه كلافس. كيف نجموا نقصوا ولا نجموا نخليوها هكا كامل؟ هو ديجا باش ينكه يعني بالحق الريحه نتاع رمضان والشارم راهو وحده يكذب عليك. هاك ترى تبدا تتشهى يعني شربه عملناها قبل شقان فتره وحضرنا حتى ديما نكهه الشربه في رمضان وحدة. وحده وشهوه تبدا الطاوله ملمومه فيها انواع سلايت الكل وحتى شربه ساعات زوز انواع وباقي نبداو نشهي. والله بالحق رمضان بركته يعني به. قاسينا شويه المعدنوس نستحقوا ريكوتا تراديسيونيل قيصر. دونك انت باش تعاوني برشا شيف باش نحط شويه معدنوس. ظرف فيها شيف مشخشخة خاطر نشوف بالحق برشا انواع نتاع خضره. نزيدوا ريكوتا قيصر اللي بالحق حاجه معناتها بنينه برشا في الملح وفي الحلو ونجموا ناكلوها حتى وحده. دونك لافونتاج للريكوتا قيصر اللي هي خفيفه وتكستور نتاعها يعني 8% تاع ماتير غراس. هذيك الحاجه الباهيه خفيفه وبنينه يعني تذوب في الفم وحتى تعاوننا في الكوجينه في لي روسيت. نجموا كيما قلت انت نخدموا مالح نخدموا حلو. هي برشا شيف. دونك حتى شويه معدنوس زدناه ريكوتا تراديسيونيل قيصر. دونك هذه ليتاب الاولانيه. نستحقوا حمى فروم
بربي سؤال شيف، قداش شيف احنا تو الكونتيتي اللي نعمل فيها ابخي؟ الكونتيتي كل قدير وقدره، بالنسبه لنا احنا باش ناخذوا اللحم مفروم 250 غرام ل 400 غرام، عندنا باش نهبوا، وكل واحد الميزانيه زاده كيفيف. كهو رمضان تو نستحقوا شويه في الميزانيه. نستحقوا شويه في الميزانيه. باش نستحقوا شويه نعناع شايح. اي يفوح برشا اللحم المفروم. والترويشه هذيك. وي. باش نستحقوا شويه ملح. وشوية فلفل أكحل. شوية فلفل أكحل. دونك نذكر اللي يتبعوا فينا الكل وخلطوا علينا توا اللي احنا حاطين شيف ريكوتا قيصر، وحاطين شوية معدنوس، وحاطين اللحم المفروم. اللحم المفروم نحطوا شوية فحات كالعادة، شوية شوية دوبلاش بابريكا، شوية كركم، شوية تبلو كروية. هي برشا شيف. هذا كل خليوها الفارس على جنب، وأنت باش تعاوني زعما نشوفك خفيفة ولا لا تعمل تنجيزة. نجيب لي شويه فرماج رابي. هي البرشا شيف، شيف هذا باش نسحقوا تا ولا الفخس نتاعنا؟ باش نسحقوا الفخس. اوه ظهر فيها فخس دلوله برشا شيف. بريزيدون ايمونتال بيان سور ما يغيبش علينا في لي فخس، في لي تارت، في لي تاجين. اول باش يزيدنا نكهه اخرى يبدا مع الفارس الكلها. هاك سي دخلت ليه بديت تتعلم يا وجدي، دخلت في الكوجينه. ما انا الحاجه الخايبه توا شيف اللي انا مسلسل نعمل هكا من بعد نذوق. لا توا تستنى توا الصبر. بالحق تحية للنساء سورتو اللي تبدا في الكوجينة قبل فقط الفطر، مشنوقة في الكوجينة ولا تنجم نذوق. المرأة التونسية الحرة اللي تبدا في الكوجينة، وتحية للوالدات الكل، تحية لوالدتي زادة كيف ولدتك كيف كيف. بالطبيعة نوجه لهم تحية كبيرة. وشو تحية هما بالحق يتعبوا واحنا نديروا نشهي وحضرنا، خاطر توا أول سؤال مو كنت باش نصورك باش تسألوا لي باش تقول لي شيف أنت طايب في رمضان ولا ما طايبش في رمضان؟ إي والله بالحق شيف. هيا نساله لك من هذا شيف انت تو بالحق لي شيف اون جينيرال نحبوا نسالوهم لهم السؤال هذا. في رمضان ما طيبش. ترتاح في رمضان؟ كون في رمضان في رمضان الوالده هي اللي تطيب وتحضر كل شيء. مثال شيف هو ما يطيبش في الدار، ما يطيب لنا لينا احنا ويطيب في الكوجينه. يعطيك الصحه شيف. بالنسبه للفارس، بالنسبه للفارس حضرت تو باش ناخذوا بلاتو نتاع فور. اي دونك عندنا البلاتو الاولاني. اي انا شفت تو مازلت ما فهمتهاش، نستنى وقتاش نكملوها. انا خضره فارسي. اي باش نحضروا صوص. بي برشا معناتها باش نعملوا برشا انواع نتاع خضره. برشا انواع نتاع خضره. بعد ما حضرنا الفارس ومن بعد ما خذينا شويه الخضره قاورناها. كما قلت لك بالنسبه لل باش السيده المشاهدين يعرفوا يعني فندق الغله صحيح انا ديما خليه التوش نتاعنا كما كنا نقولوا قبل، متبخى كل قدير وقدر يعني فاتونير كونت لل لا 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 سوم نتاع الخضره وهذا كل شيء. وكل مره نوعوا باش نديروش حايرين في لي روسيت يعني في الدار. بالنسبه للساده المشاهدين اللي يتابعوا فينا، خذينا شويه طماطم ديجا حطينا في زفيز الفارس، تاخذينا بطاطا، كعيبه بطاطا، كعيبه باذنجان، حاجه منوعه صحيح قرع، معناتها حاجه بالحق جديده شايف، خاطر مشكله صحيت مشكله. هذاك علاش هو اسمه فندق الغله، خاطر مشكله. اي دونك شايف من بعد باش نحطوه في الفور. باش نحطوه في الفور باش نعملوا صوص، بنحضروا صوص بطماطم معجونه معها شويه بصل وشويه ثوم وريقتين رند. نحطوا هذيك الصوص مع الخضره في وسط الفور. مع الخضره نتاعنا. ولا ديرنيير مينوت من بعد اون دريس وقت ليذن، وقت ليضرب المدفع. وقت ليضرب المدفع اخر حاجه باش تقعد هاكا الماكله نتاعنا بنينه برشا. بالنسبه للسلطه مشوي. السلطه مشوي اول حاجه. شنو باش نزيدو نفوحوها؟ قبل كل شيء باش نعملو لها مارينات. مارينات بشنو شايف؟ مارينات نتاعنا. باش ناخذو شويه ثوم طايب ديجا كنا طيبناه، يعني شويناه بلوتو. شويناه شويه. نحطو لهنا. هكا معناتها شوينا الفلفل والطماطم والثوم. والثوم. باش نسحقو باش نعملو حاجة أسي سبيسيال، ناخذو شوية قبل كل شيء تابلو كروية. إي تابلو كروية يظهر لي أهم حاجة في سلطة مشوية في الفيح أهم ولا. حاجة. باش نسحقوا شويه ملح. هي البرشا شيف. باش نزيدوا خليوها بالنسبه للسلطه كما قلت لك يلزمنا نخليو التوش نتاعنا باش نخليوها ماريني. ماريني في شنو؟ عندنا ديجا سبراي نتاع الجزيره، زيت زيتونه يعني اكسترا فيرج بكر ممتاز. باش نخليوها هكا سهله. فريمون اسهل حاجه معناتها تنجموا تستعملوها بزيت زيتونه، معناتها عندكم زيت زيتونه الجزيره سبراي حاضر. سبراي حاضر باش ما تقعد تخمم وين باش تحط الزيت نتاعك والكل. بالحق لوتيليزاسيون نتاعو فاسيل برشا وبخاتيك سورتو.
دونك شوف شخليه شويه في باش خليوها شويه في المارينات نتاعها ومن بعد نستحقوا تون سيدي داوت تون العاده والعويد دونك نعرفوا لي لوفرتور ديجا فاسيل لوفرتور تاعو فاسيل يعني علاش احنا ديما فيديل للتون سيدي داوت شيف تون سيدي داوت هذاك من بعد وقت الدريساج وباش نزيدوا حاجتي باش نكونوا احنا بالطبيعه تبدا حاجه التوش نتاع شيف مؤمن غورمونت وما تعرف احنا بالنسبه لينا نحاولوا ديما نعملوا حاجه كيما تقول انت مشخشخه ايه دونك باش نستحقوا فروماج ادام قيصر اوه هي البرشا باش ناخذوا بارتي منها باش نزينوها مع السلطه بعد الدريساج بعد الدريساج وبارتي منها باش نحطوها للمكرونه دونك ريتها من بعد محاضره الصوص باش نتفقدوها بطبيعتها هي كريموز اوه هي البرشا شيف خلينا نشم شويه ريحه اما خساره اللي مانيش نجم نذوق خساره باش نقصوا شويه ايدام قيصر اما ريحتها شايف ياسر بنينه شفتوا السبناخ تحسوا زاد سايب المطعم نتاعو فيها سوس وسرتو بدلنا خاطر جينال مو معروفه بالنسبه للسبناخ ديما كما كان علي وفقني ديما نعملوا تالياتيلي ايبينار ريكوتا يعني جينال مو تمشي برشا الريكوتا مع الايبينار ريكوتا مع الايبينار سا سو ماغي تري بيان احنا حاولنا نبدلو احنا هنا النوع كل مره نعمل لكم نوع جديد دونك بعد ما زدنا الفرماج الميم تاعنا غلي باش نحطوا المكرونه باش نعملوا بزيت زاده لليكيب تكنيك باش الناس كلها تاكل بالباهي اليوم تشق فطرها على قاعده ما نستحقوش للسحور يظل شيء من بعد ما نستحقوش للسحور ديجا نبداو يدوخوا شويه بريحه نتاع الشوربه وريحه الصوص نتاع المكرونه اني واصل لي شيء ما غادي اما يظل شيف مؤمن زاد محضر لنا الديسير هي البرشا كان تبعونا نجموا تخليوهم بعديك للديسير خليه للسحور كلك سؤال السهريه وكل شيء دونك كما قلنا بالنسبه للسلطه خلينا شويه ملح شويه ملح شويه تبلو كرويه وزدناها شويه ثوم المشوي ونخليوها ماريني هي وطماطم يعطيك الصحه في الزيتونه وانا من بعد شويه تون للدغيسه سيدي داود والفرماج لدام قيصر هذاك وقت دريساج وهكا يكونوا عنا لي دو بلا حاضرين ساهلين برشا برشا وما ياخذوش برشا وقت باش نعملوا دوات فاطمه اليوم بريك سوابع ام باش سوابع فاطمه فوالا اما باش نعملوا فارس ان بو سبيسيال ان بو غورمون وحاجه بنينه ياسر قبل كل شيء باش نربحوا الوقت نحطوا زيت نجمه يسخن مايس وبيان سور احنا نعملوا في زيت نجمه سافور دو لاني 2019 احنا ديما نودوا اللي تبعوا فينا الكل كان بالحاجه الباهيه شيف بالضبط ديجا نصحوا بيه احنا يعني حتى في خدمتنا كل شيء نجمه ديما معانا هي برشا شيف تو باش نبداو نركحوا الفارس الفارس نتاع سويبع فاطمه الفارس باش نعملو ان بو سبيسيال باش نخرج شويه من الكلاسيك مي نحطوا التوش التونسيه نتاعنا اي باش نبداو نستحقوا شيف ريكوتا قيصر ريكوتا تراديسيونيل انا قلت لك التوش التونسيه ديما حاضره فاسيف معناها في الحالين كل شيء ومن بعد حتى الكونسيرفاسيون تاعك تغطي من بعد تحط في الفريجيدير سي تخي فاسيل فوالا هذه شويه ريكوتا احنا شايف كثرنا راهو احنا البريك اون جينيرال وي على قد ما ناكلو على قد ما نقولوش لي باه باش نقعدوا في نفس لي برودوي اللي تي حاطين شويه فروماج قيصر تحب الجبن انت فروماج قيصر جودا نحب شايف انا على قد ما تكفرتو جودا وادام نزيدو نقصو شويه حاجه ياسر بنينه زيد شويه شايف زيد شايف ما نقولوش ليه احنا على جبن هكا ولا شايف مؤمن بيان سور يلزم هكا جبن فوندون فوالا اي بالطبيعه شفتو واني بكري قلت لها حاجه غورموند معناها نفرع بيهم الجميع اليوم هي البرشا شايف دونك احنا شايف الفارس نتاعنا باش نستحقوا حطينا ريكوتا قيصر هكا تحطوا على قد ما معناتها عندكم دي مامبر في العائله فوالا تكثروا ولا تنقصوا انتم وقداش موجودين حطينا دي كوب قصيناهم جودا قيصر بالضبط ونجموا زاد نستعملوا ادام قيصر زوز هيلين برشا في نزيدوا عظمه نزيدوا عظمه باش نلموا بها الفاخذ شيف هكا ولا تبارك الله تبارك الله شفت وليت سي شيف باهي نزيدوا شويه بصل خاطر يبان البصل في البريك حاجه طياره على الاخر بالطبيعه شيف انا ديجا نحط الزيت تاعنا ديما البريك يظل فما حاجتين لازمهم يغيبوش البصل والمعدنوس بالضبط ديجا عن المعدنوس المعدنوس هي حافظه درسي انا سي وشويه بصل بصل نحطو كرو كيك باش يبدا كراكون شويه في البريكه قصيناه دي كوب صغار ونزيدو
داود سيدي داود التون سيدي داود زيت زيتونة هي البرشة شيء فوالا هذه بريكة تونسية أصيلة فوالا مبدلة شوية حطينا فيها فخوماج بزيد الكو وكل شيء فوالا باش نزيدو شوية كبار اي يفوح الكبار بيان سور دونك شايف حطينا للفاخس نتاع صويبع فاطمة حطينا ريكوتا قيصر حطينا قيصر جبن جودة قصيناه ديكو قلنا حاجة كومون ونحبو ياسر فخوماج عندنا بريزيدون ايمونتال فاسيل معناها في لوفرتور نتاعو ومن بعد حتى في فيرميتور براتيك على الاخر باش نشخشخوها بالجبن بالجبنات كلمتك الماجيك هذي شخشخوها انا خاطرني هذاك غرامي في الماكلة غرامي في الكوجينة زادة فوالا باه الفخس نتاعنا كريتو معناها عاقد شوية فوالا شدت روحها اسيزونمون سيل اي بوافر جوست سيل معناها شويه سيل خاطر ديجا الكبار مالح وشويه فلفل اكحل ماذا بينا في رمضان ديما الملح شويه شويه خاطر ما نذوقوش احنا طيبوا نوليو حتى من بعد ناقص ملح نزيدوا بعد الماكله حتى السيوس هذايا شايف صحيحه 100% ولا حتى اللي في الدار معناها تبدا الام كل شيء ما تنجمش تذوق ناقص ملح خير من اللي زيت صحيح كلامك شايف دونك يظهر لي شايف ظاهر شنو واش حضرنا اليوم فيسك ليله 27 شنو نطيبوا مسنسين نحن العاده والعوايد نتاع ليله 27 ديما نجريو نعملوا كسكسي بالعلوش اي سيفتوا العلوش غالي شويه وفيه برشا ناس ولات تهرب منه كوليسترول وكذا باش نعملوا كسكسي رويال اي ملكي هذا الكسكسي رويال بالدجاج والمرقاز والكروفيت داكور شيف دونك نسحقوا دجاج الفيرما الكروفيت والمرقاز نتاعنا هي البرشا شيف شوف نسحقوا اخر شيف البصل الفلفل زينه الثوم الملح الكركم سكنجبين مرحي نوات ميسكا عندنا الزهر باش نعمل رشه من بعد الزهر باش نعمل البارفيمي نتاع على على الكسكسي هذه لي زاسوس نتاع الكسكسي اللي شايف نتعلمهم اليوم اي ان شاء الله نكونوا حاجه ان شاء الله نعملوا حاجه باهيه قدر ربي شايف حاجه دلوله برشا وبنينا برشا شقا الفطر شايف نبداو ملا نبداو ان شاء الله نبداو العادة والعوايد زيت نجمة زيت, زيت نجمة هذوما ديما الحاجات الأساسية دونك ديما الواحد يعرف شنو يختار باش الماكلة نتاعو تجي بنينة هذاك علاش احنا اليوم اخترنا زيت نجمة اللي هو سافور دو لاني 2019 نمشيو للحاجة نتاع العادة والعوايد اللي ما يغيبش على طعام البصل سقطوا على الكسكسي شاف فما حتى شاف شكون يزيدوا الكسكسي البصل اللي يزيدوهم بعد البصل اللي باش يقعد روس من بعد في الاخر هذاك مش نحطوه ولا باش يزيدوه مره اخرى يعني باش نقليه الدجاج الفيرما تاعنا باش نقليوه ومن بعد نبداو نتبعوا بشويه بشويه بخضرتنا وكل شيء ونعملوا كسكسي طفويرتين باش يجي الكعبه تتحل هكا وبعد ما ننساوش زاده شويه ثوم الثوم العنصر الاساسي زاده في الكسكسي نتاعنا اليوم عشان الدلول شقال الفطر عنا الكسكسي وعنا زاده شيف مؤمن بيان سور باش يحضر لنا لي زونطري نتاعنا والماكله البنينه والدلوله والديسير زاده ما ننساوش في شقال الفطر نتاع سيدي رمضان الموس وباش نعملوا ديسير نتاعنا موس الشوكولا اي اي برشا دليل اليوم من موس الشوكولا وكسكسي رويال زاده يعطيك الصحه شيف باش نقليو الدجاج نتاعنا هذاك المرقاز ما فيهوش روح والكروفيت ما فيهاش روح باش نقليوها مليح مليح باش يخرج هذاك الواحد نتاعو المطعم نتاعو المطعم نتاعو بالطبيعة استنى بيان سور سيرتو دجاج الفيرما دجاج الفيرما داكوغ فوحوا شوية ملح ما نملحوش برشا رمضان وعطى الشوان بعد نعدل امورنا في الاخر بكل فما برشا عباد شاف توا ولاو يغلطوا حتى يغلطوا شاف يحطوا الملح من الاول ومن بعد يبقى رمضان واللي ما فيهوش دواء بعد صحيح دونك دو بريفيرونس اللي ما يحط من الاول اقل مش مشكله حتى من بعد تجيه باش يزيد شويه خير من اللي يلوح العشاء نتاعو الكل خلينا الان داكوغ عندنا بيان سور البويوار نتاعنا برانسيس باش هكاك لازمنا ديما شايف نمرقوا بالماء سخون والريحه نتاع الكسكسي بدات تفوح كملوا فوحوا اي فلفل زينه هذا بينا ما نعملوهاش حاره المعده تبدا فارغه وتحط عليها حاجه حاره داكوغ حاجه
حطينا سكنجبيل نتاعنا زاد بالنسبه للدجاج مهم برشا نحطوا شويه كركم باهي برشا شاف هذوما اليوم بالحق باش نتعلموا الكسكسي من عند وعن الهروس الفركيتا البنينة اللي زادة باش تفوح لنا الكسكسي نتاعنا بيان سور النكهه نتاع الهروس فركيتا المحرحره نتاعنا والمفوحه زادة شافوا بزيت زيتونه وعندنا حاجه اخرى ثم الناس تقال لي طماطم انا من نوع ما نقليش طماطم جيست هو يغلي الماء نتاعو الصوص نتاعو ونحط طماطم باش حتى كان حاجه تيحك الكروسيه نتاعها و بيان سور باش تجينا نحنا طماطم تشيكال بالحق باش تجينا سيف هي ديجا ما فيهاش كروسيه ما انا من تبعي كل باش هي باش تزيد تفوح لنا بالباهي بيان سور الكسكسي نتاعنا ويجينا مطمطم هكا كل اللون الاحمر المزيان نتاع الكسكسي بيان سور مش مطمطم مش خفيف كي يجي بين بينين داكوغ محرحه زاد بالفركيتا بالحق بنينه برشا الهروس فركيتا و تبارك الله شيف الكسكسي نتاعنا بدات تفوح ريحته دونك شايف يظهر لي الكروفيت ما تاخذش لا لا بعد باش نسوتها الكروفيت معناها قطريه ما فيهاش روح نحبوا نخليوها كلي مطعمها سوتي اكثر من اللي تبدا هي في الصوص تبدا شاربه صوص داكوغ باهي برشا دونك شايف باش نخليو الصوص نتاعنا طيب شنو مازال ناقصها توا باش نعملوا التفويره الاولانيه نتاع الكسكسي ليبيدور داكوغ تفضل شايف انا بيان سور كسكسي ليبيدور اللي ما يغيبش على لازمنا شاف بالحق نستعملوا الكسكسي ليبيدور على خاطر بنين برشا وكيكا نكونوا متهنين الكسكسي باش يجينا بنين شاف ان شاء الله نعنيش نحبوا نعم نحبوا ديما الحاجه سيرتو تونسي ولا اي واحد صايم ماذا بي يحط ديما المطعم اكثر من والمنظر نتاع الصحن اللي يتحط قدامه بالطبيعه شاف العين تاكل قبل حطوا شويه ملح باش هكاكا شاف نفوحوا الكسكسي نتاعنا حطوا شويه كركم و بيان سور الكسكسي نتاعنا ليبيدور دونك هو السافور دو لاني 2019 شاف هكا بالحق من احسن الحاجات الموجوده في السوق شويه زيت باش تفير الولانية نتاع الزيت يعطيك الصحة شاف دونك شاف ديما التفويرة الثانية بعد قداش هكاك وقت ما با 10 دقائق 12 دقيقة تحل الكعبة نزيدو نفوروا التفويرة الثانية نتاعنا تو علاش نحطوا له الزيت نتاعو باش يقعد باش كي نهبطوا ما يقعدش مكعبل داكوغ فهمتني باهي برشا شاف ديجا يتفوح هكا بعد باش نفوحوا بالنوات ميسكا فهمتني في الاخر شويه قرفه شويه شوش ورد رشه نتاع زهر باش يعطي البارفان نتاعو والزهر بالحق باش يفوح لنا شاف الكسكسي نتاعنا تو باش نحطوا الكسكسي نتاعنا يتفور تبارك الله شاف الحق ماهوش باش يجينا مكعبر جمله نخليو الكسكس فما الناس اللي يحط الكسكسي يلقاه يسخ في الكسكس ماذا بينا نخليو الكسكس يسخن بالكدا سايبك الفابور نتاعو كي نحطوا الكسكسي نتاعنا ما يقلقناش من بعد كي باش نهبطوا ونفوروا تفويره ثانيه برشا شيف معناتها بالحق اللي تبعوا فينا الكل حتى لو كان قد ما تعرفوا الغوزات نتاع الكسكسي والكل لي ديتاي هذوما شيف هما اللي يصنعوا الفرق معناتها في الكسكسي بقى. ماذا بينا ما نحطوش برشا ماء في التفويره الثانيه خلي الكسكسي يشرب الصوص نتاعو خليه يشبع بالصوص نتاعو باش يجي بنين داكوغ شيف باش يحط باش الكعبه تتحل تو نحطوا سي تو شفنا بعد ما سخنت سخن الكسكسي نتاعنا وقتها نزيدوا الكسكسي ان شاء الله داكوغ شافوا المرقيزه هذا باش نسوتيوه شويه ولا باش نرميوه ديريكتومون باش نسوتيه هكا باش ياخذ وهو المطعم باش ياخذ مطعم الدجاج وجيست باش نحيو القشور نتاع الكروفيت نحطهم في الواحد بعد نصفيه معناها نخليوه الصوص يطيب بالقشره نتاع الكروفيت باش ما نخسروش كعبه الكروفيت داكوغ فهمتني خاطر هكاك كان نرميوها ديريكتومون في الصوص بيان سور هي تضيع ليه برشا معناتها كي باش تحضروا ديما الكسكسي باش يزيدوه الكروفيت ديما ماذا بيكم جوست تحطوا القشور دونك نتاع الكروفيت باش تفوح هكا الكسكسي صوص شويه نغطيوه شويه باش نربحوا الوقت وكا هو داكوغ ما هو في العاده ما راهو ما يتغطاش اما نغطيه باش نربح فيه الوقت
نتاعك الفعوذ 12 دقيقة، ثم 8 دقائق 7 دقائق نربح هاك الوقت بالكدا، فهمتني؟ داكوغ. ديجا هاك شفتوا كيفاش؟ لبيق ديجا طلع شيف في ساعة بقدرة ربي باش يحضر لنا الكسكسي نتاع شقان الفترة نتاع اليوم. يعطيك الصحة شيف، يظهر لي قعدنا كان باش نسوتيو الكروفيت نتاعنا والكعبات المرقاز اللي باش نزيدوهم من بعد بيان سور الصوص. هي البرشة هكاك يظهر لي باش يحضر لنا كسكسي رويال يعمل 66 كيف. اقعدوا معانا ما تمشيوش لبعيد باش نخرجوا بيوب صغيره ونرجع لكم في اولاد الكوشين.